اليوم كتحضروا معنا لمحطة تنظيمية أخرى وطنية من خلال يعني المؤتمر الوطني لمراكز التكوين وكذلك تربية السلامة الطرقية لأخذوا له شعارا مراكز التكوين دعامة أساسية من أجل سياقة احترافية. اليوم يعني المجال ديال التكوين والتكوين المستمر وكذلك تربية السلامة الطرقية والسلامة الطرقية كذلك هم جزء لا يتجزأ من المنظومة ديال النقل بصفة عامة، خصوصا النقل الطرقي للجماعي الأشخاص والمسافرين وكذلك النقل الطرقي للبضائع. واليوم كذلك التكوين خصو يلقى المكانة يعني الأساسية ديالو من خلال الترافع على القضايا اللي كتهم المراكز ديال التكوين المنتسبين لمراكز ديال التكوين، لأنهم نوعية إضافة نوعية لكل مكونات المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط اللي كتضم مجموعة ديال القطاعات. وحنا يعني كنا الهيئة النقابية الوحيدة اليوم اللي كتضم يعني في القانون الأساسي ديالها هاد المهن المرتبطة بقطاع النقل واللوجستيك. احنا اليوم هنايا من اجل تاسيس هذه المنظمه اللي كنطمحوا بها الى تجويد الخدمات، يعني خدمات البطاقه المهنيه وكذلك مسانده السائقين المهنيين من اجل الوقوف بجانبهم وكذلك من اجل الاستفاده، بالخصوص ان احنا اليوم كنتوجهوا نحو الرقمنه، فيجب السائق المهني يكون عنده واحد الفكره شامله على هذا الجانب. هذا يوم تأسيسي لمراكز التكوين والتربية على السلامة الطرقية من أجل الدفاع على مجموعة من الأمور اللي كتخص السائقين المهنيين وكذلك التكوين ومراكز التكوين. والهدف كذلك من هذا اللقاء هذا هو أول مرة غادي تكون منظمة أو عفوا جامعة اللي غادي تدافع على حقوق هاد المراكز كذلك وعلى المكونين اللي داخل هاد المركز هذا.